مشاهدين قناة علاش تي في، السلطة تتدخل بقوات ديالها باش تدخل عباد الله للديار. مشاهدين قناة علاش تي في، بارطاجيو هذا اللايف باش يوصل للمتتبعين ويوصل المشاهدين. شوفوا غيرة الأمن وغيرة السلطة، فعلا غيرة الأمن وغيرة السلطة على البلاد. بارطاجيو هذا اللايف باش يوصل مشاهدين قناة علاش تي في. والله لا هادشي تيبورش قسما بالله العلي العظيم. من جميع الناس اللي كيشوفوا فينا يدخلوا الديور ديالهم مصلحة البلاد، مصلحة الحي، مصلحة المدينة، باش نحسبوا هذا الوطن لأننا ندخلوا مراتينا. أيها المواطنون الأعزاء، اسمعوا ديوركم واصبروا على ضرورة العمل والضرورة القصوى. هذا المرض راه مرض خطير، فيروس كورونا راه ما كيتنساش بوحدو، حنا اللي كنقراو بعضياتنا. بالوعي ديالنا غادي نحصروا الفيروس، تبارك الله عليك. بالوعي والنضال ديالنا غادي نحصروا الفيروس باش ما ينساش. خاصنا نخرجوا غير الضرورة القصوى. إخوان إذا كانت عندكم غيرة بارطاجيو هذا اللايف مرة أخرى. مشاهدين قناة علاش تي في، تدخل السلطة وتدخل الأمن. برافو برافو برافو، فعلا حملة كبيرة في الدار البيضاء بالقوات والأمن. سير حيد، حنا ما بغينا حتى شي واحد. هاتشي في الدار البيضاء، في الدار البيضاء. بارطاجيو الإخوان، هاهما جاو الأحياء الشعبية، هاهما تحت الطلب ديالكم جاو العائلات الشعبية. بارطاجيو الإخوان، بارطاجيو مرة أخرى. هذه مدينة الدار البيضاء. مشاهدين قناة علاش تي في مرة أخرى، بارطاجيو هذا اللايف باش يوصل لكافة المواطنين. يلا كلشي الدار ديالك. قول أخويا، قول أخويا، قول أخويا. شوف الناس كيفاش يجريو، شوف الناس لأنهم ما حاسينش بهذ الخطورة ديالو. دير هذاك الميغافون. عودة مجددا مشاهدين قناة علاش تي في. فعلا 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 الا ما بارطاجيتوش غنعرفوا راسنا اننا ما عندناش الغيرة على هذه البلاد. شوية الوعي، حتى واحد ما غيتعادى. دورنا كمواطنين مغاربة كنوجهوا التحية والشكر الخالص لل... دخل بحال هكا الحاج في الدار. يلا الحاج في الدار، اش كدور بلا سبب؟ دخل الدار الله يحفظك ويحفظ الجميع. فعلا مشاهدين قناة علاش تي في، الخطورة ديال هذا الشيء خطير بزاف، ولكن لولا تدخلات السلطات الأمنية. ما
غادي نفوكاليزيو لهاد الجهه عاوتاني وغادي نطلعو للبرلمان. سنأكدوا على ضرورة التنظيم ونبعث منه دار لامع على الملاعب وجميع الأماكن والملاعب الداخلية والسياسية مشاهدين قناة علاش تيفي. ولدي دخل لداركم، دخل لداركم. يلا اسمع، يلا اسمع. راه ما بقاش هادشي ديال التفكير في الدار. خدمة ولادها مرحبا سيرو دخل. مشاهدين قناة علاش تيفي، أقسم بالله لا تخونوني الكلمات، اللي عنده الغيرة على بلاده واللي تيبارطاجي أي حاجة، بارطاجيو هذا اللايف لأنه الحظر تيجور دابا الآن في كل المنطقة. هما اختي غير باش نوضح لك، هما ما تيخرجوا بالتعقيم ديالهم.